هي يا فندم، هي بأرقامها، هي العربية. انت متأكدة يا دكتورة؟ أنا متأكدة والله. في إيه؟ حد فاهم فيه؟ العربية دي بتاعتك؟ أيوة يا فندم. طيب أنتوا رفعتوا البصمات من عليها يا أسري؟ ما لقيناش حاجة يا فندم، واضح إنهم غسلوا العربية. ممكن نفتح العربية؟ ممكن تفتحيها؟ مفتاح معايا أنا يا فندم. إيه الحكاية؟ يا فندم كان في واحد معاه جيركن مية نار، وقع منه شوية في العربية. طب افتح العربية. الناحية دي. أيوة ناحية حضرتك كده. في أثر لمادة كاوية. شفت؟ تمام. ابقوا شوفوا الخبراء بتاع المعمل الجنائي عشان يحددوا ايه الحرق ده، وتفضلوا معايا. يلا. ايوه يا استاذة امال، ناوية تجيبي معانا من الاخر ولا هتلوعي في الكلام؟ يا فندم انا ما بعرفش الاوع، انا مش فاهمة اصلا ايه حكاية الست دي. حكايتي ممكن تحصل لك وتحصل لاختك او لبنتك او لاي حد. حصلت لي انا واتنين ابرياء معايا من ناس في عربيتك. مع اني مش فاهمة حاجة، بس اكيد حصل لبس او حضرتك بتشبهي على العربيه. لا لبس ولا بشبه، الناس اللي كانوا راكبين عربيتك حد من قرايبك، يا ابنك يا اخوكي اي حد من قرايبك. انا ما عنديش غير بنت عندها 3 سنين وجوزي متوفي من سنتين. والله العظيم يا فندم هي العربيه بتاعتها واللي كانوا راكبينها من قرايبها. هدي اعصابك يا دكتوره. وانت يا مدام امال، ما تجيبي معانا من الاخر بقى وتقولي لنا الموضوع بجد. طب عربيتك دي بالظبط كانت فين امبارح من الساعه 3:30 الصبح لغايه الفجر؟ انا كنت مسافره بالعربيه من يومين اسكندريه، كنت مسافره عند اهلي ولسه راجعه النهارده اخر النهار بالعربيه. يا فندم دي كدابه وبتتستر على الناس. انا ما بتسترش على حد، بدل انا ولا عربيتي لينا دخل في الموضوع. انا قلت كل اللي عندي. قلتيلي بقى حضرتك كنت في اسكندريه لمده يومين، كنت فين حته بالظبط؟ كنت في سيدي بشر عند بابا وماما. عند ماما وبابا في سيدي بشر بس؟ يبقى اكيد حد من اخواتك خد مفتاح العربيه. انا ماليش اخوات، لا صبيان ولا بنات، وبابا وماما ناس كبار في السن، ده حتى ابويا ما بيعرفش يسوق. تي طبعا بتسيبي مفاتيح عربيتك مع السايس بتاع الجراج. انا بركنش عربيتي في الجراج، انا بركنها تحت البيت ومفاتيحها كانت معايا. طيب يبقى واضح بجد ان في لبس، واحنا اسفين جدا جدا لازعاجك، وتقدري تروحي. لبس ايه يا فندم؟ احلف لك على ايه ان دي العربيه بتاعتها؟ لو سمحت يا دكتور، احنا عارفين شغلنا كويس او عارفين احنا بنعمل ايه. ممكن حضرتك تتفضلي تستنيني برا؟ لا يا فندم، انا رايحه لمكتب مدير الامن. ممكن استاذن حضرتك واخد معايا العربيه؟ انا اسف طبعا، بس لازم نستنى لما تقرير المعمل الجنائي يجي. بس المساله سهله، يعني بكره الصبح ممكن تيجي الموظف يسلمها لك. احنا اسفين كمان مره لو كنا عملنا لك اي ازعاج. متشكرة جدا يا فندم، على إذن حضرتك. مع ألف سلامة. أنا مش فاهمة، أنت ليه اعتذرت لها وخليتها تمشي؟ فهمني بس يا فندم في إيه؟ ده شغلنا يا دكتورة. بس اللي عايزك تتأكدي منه للمرة المليون إن الست دي هي الخيط الوحيد اللي هيوصلنا للمجرمين دول. أنا آسف إن كنت احتديت عليك شوية، بس كان لازم أعمل كده. أنا دلوقتي بس فهمت قصد حضرتك، بس المهم توصلوا له. هيحصل إن شاء الله. أنا آسف جدا يا دكتورة، أنا طبعا حاسس وعارف كويس قوي قد إيه أنت مرهقة نفسيا وجسديا، بس إحنا لازم نروح النيابة علشان النيابة تحولك للطب الشرعي. كتابة التقرير في القضايا اللي زي دي مهم جدا وحيوي. عموما أنا أكلم سيد رئيس النيابة وهم عملوا لنا نيابة مسائية، ممكن؟ ده حضرتك جواب التحويل لمصلحة الطب الشرعي، والسيد رئيس النيابة شخصيا بنفسه اتصل برئيس مصلحة الطب الشرعي وبلغه يستدعي دكتور لتوقيع الكشف فورا، وعلى ما توصلوا مصلحة الطب الشرعي هتلاقوا الدكتور مستنيكوا هناك. اتفضلوا دكتورة. بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده، وكمان الاسم مش غريب عليا. حضرتك الدكتورة عبلة عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال القصر العيني، صح؟ مظبوط. على فكرة يا دكتورة، إحنا زمايل، بس أنا سابق حضرتك بعدة دفعات. على فكرة أنا بشوف حضرتك في التلفزيون،
في البرامج اللي بتتكلمي عنها عن الطفولة وأمراض الأطفال. صح يا فندم. دكتور. نعم. يعني الدكتورة تعبانة وما نامتش بقالها يومين وطول النهار في مباحث ونيابة، يعني يا ريت. ها؟ ها؟ معقول؟ حضرتك يا دكتورة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكدمات اللي في وشك من الاعتداء، مظبوط؟ معلش يا دكتورة، أنا آسف. اتفضلي معايا نوقع الكشف الطبي. النيابة طلب التقرير بسرعة. دلوقتي أنت تقدري تروحي يا دكتورة وتطمني. في ظرف ساعات الموضوع هيبقى انتهى ونبقى قبضنا على يدك. يا فندم مفيش أي أخبار من الست بتاعت العربية؟ احنا بنعمل تحريات بس انا احساسي الامني وانا احساسي قليل قوي لما يخيب بيقول لي ان ده الخيط اللي هيوصلنا لعيال المجرمين دول. يا رب. انا رايي ان انت تروحي تنامي بقى بترتاحي. والله لا قادره استريح ولا هيجي لي نوم غير لما تقبضوا عليهم. هيحصل باذن الله. مع السلامه. شكرا يا فندم. مع السلامه. سلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام يا هانم. اسمك ايه؟ راضي. اهلا اهلا يا عم راضي، خد واستفتح كده معايا. امر يا ست هانم. الست امال ساكنه هنا؟ وحضرتك بتسالي ليه؟ اصل اخويا الكبير عايز يتجوز وقلت اسال عليها. هي الحكايه حكايه الجواز يعني؟ بيسالوا عليها نسال عليها. من حقك ونص كمان يا هانم. وعلى العموم الست امال ست كمل تتحط على جرحتين، ومن ساعه ما جوزها المرحوم الله يرحمه ما مات وهي تمام على الاخر، تصبح الصبح تاخد بنتها توديها على الحضانه وتروح على شغلها، ترجع من الشغل تروح تجيب بنتها من الحضانه وتقضي طلباتها وترجع على البيت، يعني لا بتروح لحد ولا حد بيجي لها، وست كده تتحط على الجرح يطيب. طب هي من مصر يعني ولا من اسكندريه ولا منين بالظبط؟ لا هي من اسكندريه يا هانم، وساعات بتروح تقعد عند اهلها باليومين ثلاثه. بتاخد اهلها وتسافر بيهم اسكندريه بعربيتها؟ لا هم اللي كانوا هنا الاسبوع اللي فات، قعدوا لهم يجي 3 4 ايام وسافروا. امال مين اللي بيركب عربيتها؟ وهي بتركب عربيتها في الاساس يا هانم. ازاي؟ مأجراها على طول. مأجراها؟ ايوه يا هانم، ما هو اصل الموضوع ان من يوم ما جوزها ما مات الله يرحمه وهي مأجره عربيتها، تبع مكتب لتأجير العربيات يعني، وهو مرتبها على معاش المرحوم، واللي بيطلع لهم العربية معيشينها هي وبنتها مسطوري. وآخر مرة كانت مأجرة العربية إمتى؟ هو يظهر إن في حد صاحب المكتب جاب لها العربية، وساعة صلاة العشاء اللي رجعت من الجامع ما لقيتهاش، وبعدين هي رجعت سليم، ومن ساعتين ثلاثة كده هي بينها أجرتها. أنا معرفش. وهو أنا مؤاخذة يعني يا هاني، هو حضرتك بتسألي على العربية ليه؟ هو الموضوع لا مؤاخذه يعني، ناسها ولا سير عربيه؟ اهو بقى الاثنين في بعض واللي تشوفه انت يا راجل. يا طيب خد دول خد دول كمان. الله يستر. يا بختي بنوفق راسين في الحلال يا هان. يا حلال. سلام عليكم. رعاية الله. رعاية الله يا ست هان. مع السلامه. ده انت على كده ينفع تشتغلي معانا يا دكتوره وبرتبه كبيره قوي. دي قضيه عمري. عموما المعلومات اللي انت جبتيها دي قيمه جدا. هي طبعا نفس المعلومات اللي جابها يسري والمجموعه بتاعته، لكن انا سعيد جدا باهتمام حضرتك. شوفي ان شاء الله بكره الصبح اما تيجي عشان تستلم عربيتها هنواجهها بالمعلومات دي، وهتقر وهتعترف، مش هتقدر تلاوع. لسه بكره هنعمل ايه؟ ما هو ما ينفعش نجيبها الا لما نطلب من النيابه ضبط واحضار، ومن غير ما نتعب نفسنا ونعمل ضبط واحضار هي كده كده هتيجي بكره عشان تستلم عربيتها.